ليست بالفرق الكبير، فيعني تماما هي ادت شبه نفس الاداء. أرجيلو أفراتي اليونانية، بداية من البار السفلي، حركة انتقال بين البارين أيضا، يعني ربط مميز جدا، حركة انتقال أهوائية على نفس البار. الآن يعني يجب أن تؤدي انتقال ما بين البارين. أرجيلو طبعا كنا قد شاهدناها في منصة ألقاب السيدات، وكنا قد تراقصنا مع نغماتها. طبعا الآن أدت جملة مميزة، لكن درجة صعودة اللاعبة السويدية مع والأداء أعلى، أعلى من ما أدته اللاعبة اليونانية، إنما كان جيد. حركة النهاية ذات الصعوبة سي، يعني حيكون في خصم لأنه درجة صعوبة النهاية ليست بالدرجة المطلوبة، بس هي راضية عن أدائها أعتقد، يعني بالنسبة لإلها كلاعب لسه جديدة في وسط المنافسات. طبعا هنا كان في ربط مميز جدا ما بين هذين الحركتين، من البار السفلي العلوي ثم حركة على البار العلوي، إنما في أخطاء متوسطة. أتمنى أن تكون يعني رقصة الزوربة فيها تكسير للصحون كما هو معروف، هل نشاهد تكسير للأرقام؟ بالنسبة للفريق اليوناني بعتقد على مستوى الرجال كان في لاعب مميز جدا، صح؟ على الحلق إذا أنا لم أكن مخطئة، بطل العالم موجود حاليا في البطولة. تماما، على مستوى السيدات، على مستوى أوروبا ومستوى العالم كان في لاعبة، ليست هذه اللاعبة، هي لاعبة ثانية أعتقد ستكون موجودة معنا بعد قليل على نفس الجهاز، لكن الرجال أفضل يعني بالنسبة لتكسير الأرقام والحصول على المراكز الأولى. في عمل دؤوب بالقارة الأوروبية على رفع سوية الجمباز، ويعني أن يدخلوا بالمنافسات وينافسوا الصين وأمريكا. يعني في أنا شفت شاهدت كثير من المعسكرات التي تقوم، البطولات التي تقوم، طريقة تحليل الحركات، الكورسات التدريبية. طبعا ما زلنا بانتظار اعلان درجتها اللي اخذت وقت طويل، المفروض انه ما يكون في هاي الفترة الطويلة. لانه بيرهق اللاعب اللي بعده، بيرهق اللاعبة بالانتظار و يوتر اللاعبة؟ يوترها طبعا، يوتر اللاعبة واللاعبة التي يعني التالية. التالية صحيح. افراتي 13175 كما قلت، يعني درجة الصعوبة في فرق